متواصلين مع حضراتكم وصباح طيبة، بنروح معاكم لفقرتنا الحواريه في حلقتنا النهارده اللي بنتكلم فيها عن مكتبه مصر العامه اللي تم افتتاحها منذ ايام واتفتحت امام الجمهور، تفاصيلها واهدافها والاقسام الموجوده بداخلها. ده هيكون موضوع نقاشنا مع ضيفتنا اللي مشرفانا على الهواء النهارده، معنا استاذه امال انور عبد القادر مدير مكتبه الكبار بمكتبه مصر العامه باسوان. اهلا بيك يا استاذه امال، شرفتينا. مبروك المكتبه اتفتحت امام الجمهور. الحمد لله، ألف مبروك، الله يبارك فيك. الحمد لله. حابين نتكلم عن المكتبة في البداية ونبذة عامة عنها وعن الأقسام الموجودة بداخلها. هي تعتبر صرح ثقافي كبير موجود بمحافظة أسوان، وهو بيتكون من مكتبة كبار، دورين فوق بعض دوبلكس، وفيها خدمة إنترنت زائد الاطلاع، وفيها خدمة الاستعارة لمدة 14 يوم مقابلة للتجديد، والاشتراك بيكون سنوي بالنسبة للمكتبة، وبتبدأ من 16 سنة وما فوق. وعندنا مكتبة أطفال بتبدأ من 3 سنين ل 15 سنة، وبرضو هي نفس الوضع دورين، وفيها أنشطة مختلفة للأطفال، وإن شاء الله عندنا تدريبات وكورسات إن شاء الله جميلة تنفع كل أهل أسوان وتفتهم إن شاء الله. زائد إن إحنا عندنا أنشطة ثقافية مختلفة، وعندنا مسرح وعندنا مسرح وعندنا أشغال يدوية، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالخير يعني، وتكون إن شاء الله صرح جميل يعني بأصوات. هي أنشطة ثقافية متنوعة، مش فقط مكتبة تختص لا. بالقراءة أو بالكتب وفقط، لا. لكن هي أنشطة ثقافية كثيرة وتنفع الجمهور عموما. احنا ما بنلتزمش بطائفة معينة، انما هي موجودة لكل افراد الشعب الاسواني من كل الطوائف، مسلم، مسيحي، صغير، كبير، كبير السن، وبتبدأ من شباب تبدأ من 3 سنين. الطفل ال3 سنين ده هيجي هو ولي أمره، وهيبتدوا يعملوا أنشطة مع مسؤولة مكتبة الأطفال، وإن شاء الله الكل يكون مبسوط بإذن من صرحنا الجديد. تفقدها سيدة رئيس مجلس الوزراء منذ أيام تزامنا مع الاحتفال بعيد أسوان القومي، وأكيد يعني استمع لشرح لكل التفاصيل الموجودة فيها. طبعا كان موجود معانا دكتور أحمد أمان وسيادة السفير رضا الطيفي رئيس مجلس إدارة صندوق مصر العامة لمكتبات مصر العامة، وقام بالشرح المفصل لسيادة رئيس الوزراء، وتفقد معاها المكتبتين وأماكن الأنشطة الثقافية والتدريبات. وكان موجود عندنا في اليوم ده تدريب لا للمخدرات، وكان موجود عندنا كمان تدريب آخر على ما أظن تدريب الأمن، وإن شاء الله تخدم يعني عدد كبير من الناس موجودين في أسوان إن شاء بإذن الله. الله هو الجميل كمان في المكتبة إن هي فيها قسم للكبار وقسم للأطفال، يعني مش بس مجرد إن هي مكتبة عامة بتتاح للجميع، لكن هي فيها شيء من التخصص، وده مهم جدا. غير إن إحنا كمان عندنا جاردن جميلة، ممكن الطلبة لو أنا زهقان من البيت مش عايزة أذاكر في البيت، أجي في المكتبة أقعد في الجاردن بتاع المكتبة في الحديقة، يعني فيها حديقة متاح ليهم إن هم يقعدوا فيها. فيها حديقة وفيها روف إن شاء الله، وفيها كافيتريات وتخدم كل الشعب إن شاء الله. ده شيء جميل جدا، لأن كنا في الفترة الأخيرة فعلا بنلاحظ إن ولادنا بنشوفهم في الكافيهات وفي الأماكن العامة قاعدين واخدين كتبهم وبيذاكروا، لأن هم ما كانوش لاقيين مكان متخصص يقدر إن هو يحتويهم. بالنسبة لمكتبة الكبار أنا عندي نظام الترابيزة تحتيها بوكس كهرباء، فممكن الطالب جاي باللاب بتاعه هيوصله ويقعد على النت عندي ويشتغل ويعمل أبحاثه ويعمل دراساته ويطلع على اللي عايز يطلع عليه براحته يعني. جميل، يعني خدمات رائعة مقدمة، يعني فكرة إن مثلا لو حد ما عندوش نت في البيت أو عنده مشكلة في النت عنده ممكن يقدر إن هو يجي المكتبة ويستفيد بالنت الموجود فيها. ده مهم جدا. طبعا. استخدام طبعا وسائل التكنولوجيا كمان في القراءة بالنسبة للأطفال بالتحديد، لأنه هم يمكن غير الكبار، احنا تعودنا على القراءة، لكن الأطفال شوية مش بيقبلوا عليها، فممكن ان هم يقبلوا عليها لو توفرت ليهم وسائل التكنولوجيا المختلفة.
مكتبة الأطفال برضو بتحتوي على مكتبة إلكترونية، ونفس مسؤولة الأطفال يعني ممكن هي اللي تحكي القصة نظام الحكاية للأطفال، أو تشتغل معاهم بمسرح العرائس وتحكي القصة عن طريقها. وكمان ولي الأمر بيكون مع الطفل بالذات اللي هو من سن 3 سنين لست سنين، فده سهل إن هو تقرأ معاه القصة اللي هي تختارها بنفسها وتعرف ايه محتواها وتتفضل تقراها مع طفلها وتنمي افكاره واخلاقه وكل حاجه ان شاء الله. حضرتك شايفه قد ايه المكتبه ممكن ان هي تساهم في نشر الثقافه وجذب النشء الصغير ان هم يرجعوا تاني للقراءه واهميه القراءه؟ ان شاء الله، لا ان شاء الله في امل كبير فيها بالذات مرحله الاطفال، ان شاء الله في امل كبير للقراءه ونشرها بين الاطفال وبتشجيع اولياء الامور طبعا. طبعا فان شاء الله لا يكون خير ان شاء الله. طيب بالنسبه لمكتبه الكبار، ازاي تم اختيار الكتب وايه الانشطه او الموضوعات اللي بتخدمها الكتب الموجوده في المكتب؟ احنا عندنا كل الانواع، لان احنا عندنا كتب موجوده في اقسام المعرفه العشره، فعندنا في المعارف العامه وفي الفلسفه وفي الديانات وفي العلوم الاجتماعيه وفي عندنا في العلوم البحته وعندنا في اللغات وعندنا في التطبيقيه العلوم التطبيقيه وعندنا في الفنون وعندنا كمان في الادب وفي التاريخ والجغرافيا والتراجم، فهو موجوده كل الاقسام العشره للمعرفه داخل المكتبه، وهي متوفر فيها كتب اكثر من 8000 كتاب متنوع، وان شاء الله يكون شيق بالنسبه للزوار، وان شاء الله في امل لدعم دائما يعني نستمر في الدعم للمكتبات من كتب مختلفه حسب رغبه الزوار في حاله اختيار باذن الله. واعتقد كمان الكتب فيها اكثر تخصصيه لو حد حابب يعمل ابحاث، او الناس اللي بتعمل رساله ماجستير او دكتوراه او غيره إن شاء يقدروا الله ان هم يستفيدوا من الكتب المتخصصه الموجوده ان شاء الله عندكم. إن شاء الله. كمان انه توفير فكرة الاستعارة، ودي كانت بتبقى موجودة زمان في مكتبات المدارس وفي المكتبات العامة، ان حد ممكن ان هو مش قادر ان هو يقعد يقرأ في المكتب ممكن يستعير الكتاب، وفكرة الاشتراكات دي هتشجع اكيد الناس وهتشجع اولياء الامور بالتحديد ان هم يروحوا ويستعيروا الكتب ويستفيدوا من المكتب. طبعا، والاشتراك اساسا سنوي فهو مش كبير ومفيد ليهم، وممكن العائلة كلها مع بعض تشترك مع بعض بنظام معين، ونفس الاستعارة أنا ممكن أستعير لخمس كتب خلال 14 يوم، فلو أنا معايا كتاب منهم عايز أجدد الاستعارة ممكن عن طريق التليفون أو عن طريق النت أجدد الكتاب ده، والمسؤول المكتبة يجدد لي باستعارة لمدة 14 يوم مرة أخرى. الأنشطة الثقافية الأخرى اللي بتتعمل على هامش المكتبة، وزي ما احنا شايفين في الصور دلوقتي كان في لقاء وكان في موضوعات بيتم مناقشتها من خلال مجموعة من الندوات، بيتم اختيارها على أساس ايه والمحاضرين بيتم اختيارهم ازاي؟ المحاضرين طبيعي ان احنا بناخدهم بيكونوا بنكون دارسين للسي في بتاعه، وبيكون متخصص ودارس على بقدر كبير لدرجة ان احنا نستفاد منه، ودي كان سيادة رئيس الوزراء هنا بيتفقد عندنا، كان معرض لتراثنا، كان مجموعة حلي وأشغال يدوية جميلة من أبناء أسوان كانوا مشاركين معنا في المعرض ده. وبالنسبة للندوة كان عندنا ندوة جميلة عن لا للمخدرات تفيد شباب أسوان كلها وتساعدهم. يعني ممكن كمان ان انتوا تقدروا ان انتوا تقيموا معارض داخل المكتبه، معارض خاصه بالتراث بالحرف اليدويه بالحاجات دي كلها، على اعتبار ان هي رافد من روافد الثقافه ايضا. طبعا يعني ده متاح برضو. جميل. افتكر انه الاعلان والاعلام عن الانشطه الموجوده داخل المكتبه باستمرار عشان الناس تبقى مواكبه، يعني يبقى لكم صفحه مثلا. احنا عندنا صفحه على الفيس وقناه على اليوتيوب باسم مكتبه مصر العامه فرع اسوان، موجوده على الفيس وموجوده على اليوتيوب عشان الناس تقدر تتابع الانشطه اللي انتم بتقدموها وامتى وازاي وفين المكان اللي يقدر يروح ان شاء الله. جميل. النهارده فتحنا باب الاشتراكات ان شاء الله، من الساعه 12 هيبتدوا الاشتراكات، وان شاء الله نبدا باستقبال الزوار
من غدا بإذن الله. هل هيتم مثلا بروتوكول تعاون بينكم وبين جامعة أسوان، بينكم وبين الأماكن المتخصصة اللي بيحتاجها الطلبة والأساتذة في الاستفادة من أنشطة المكتبة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ أمال، إحنا كنا بنستكمل حديثنا عن الأنشطة الموجودة داخل المكتبة، وعايزين نكمل كلامنا عن الأنشطة المتاحة هتبقى في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا إحنا مسرح، فإن شاء الله هيكون في نشاط مسرح جميل للشباب اللي حابب يشارك، وأكيد هيكون في أنشطة جميلة. إحنا معنا أستاذ مصطفى عواض، شخصية ممتازة وعنده استعداد كامل للأنشطة، وعنده حماس كبير إن هو يعمل أنشطة جميلة لأبناء أسوان، وإن شاء الله ولكل الفئات. هتبقى فرصة لاكتشاف المواهب كمان. أكيد أكيد إن شاء الله. يعني دايما ولادنا وبناتنا بيبقى عندهم طاقات تمثيلية أحيانا في التأليف والإخراج والتمثيل وكل حاجة، بس ما كانوش بيبقوا أحيانا لاقيين المنفذ اللي يدخلوا منه. فدي هتبقى متاحة، فرصة تبقى جميلة بالنسبة جدا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا شايف إن هي أنشطة متنوعة وكلها أنشطة ثقافية شيقة جدا، إن شاء الله في الفترة اللي جاية الناس يعني تعي ده وتبتدي إنها تقبل عليها. إن شاء الله يوم 25 القادم إن شاء الله، يوم الخميس القادم كمان هيبقى افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب إن شاء الله. معرض طبعا عالمي وبيجوا له ناس من كل أنحاء العالم، هل هيتم فيه فعاليات بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولي؟ إن شاء الله مكتبة أطفال مكتبة مصر العامة بأسوان إن شاء الله هتشترك بأنشطة للأطفال هتقدمها الأستاذة شيماء المندوب، فهي هتكون متواجدة إن شاء الله في معرض القاهرة الدولي وهتعرض أنشطتها هناك إن شاء الله. ده مهم إن يكون في شراكة طبعا علشان الناس تحس، حتى اللي مش قادر إن هو يروح المعرض هناك يبتدي يحس بالارتباط الثقافي هنا وهناك. لا هي هتروح تعرض هناك، هتعرض معرض. هتعرض ايه بالظبط؟ هتعرض انشطه مختلفه بتساعد الاطفال وبتنمي قدراتهم وافكارهم ان شاء الله، هتشارك بيها هناك في المعرض. لنا جناح هناك ان شاء الله هتشارك بيه باذن الله. رسم الخطط والاستراتيجيات اللي انتم بتقوموا بيها كل فتره علشان ترتبوا ايه الانشطه اللي هتكون موجوده، ايه الموضوعات اللي هيتم مناقشتها، ده بيتم بشكل دوري بيتم ازاي؟ كل 3 شهور بنقدم خطه، كل 6 شهور وكل سنه، بحيث ان احنا نبقى ماشيين على خطه للانشطه المختلفه اللي موجوده داخل المكتب. فكرة انه كمان الانشطة اليدوية والخامات اليدوية والحرف البيئية اللي بيتم أكيد عرضها أكيد. بيتم اختيارها ازاي وبتقدروا ان انتوا تنسقوا اكيد مع اسوان مليانة خامات من البيئة نستخدمها في أنشطة كتيرة، وعندنا فنانين كتير أكيد أكيد هنستعين بيهم، وأكيد هندرب الأولاد وندرب الكبار أكيد، لأن الكورسات اللي عندنا إن شاء الله هتناسب لكل الفئات، يعني كمان ممكن تعلمهم مش بس عرض مشغولاتهم ده كمان التدريب والتعليم. إن شاء الله إن شاء الله ده موجود في الخطة، وإن شاء الله يكون موجود عندنا في الخطة بتاعتنا، وإن شاء الله نضيف حاجة كويسة لأولادنا وشبابنا وأهلنا كلهم في أسوان. الناس دايما كمان بتبحث على تعليم اللغات يا أستاذ أمال، أكيد هل ده متاح؟ لا إن شاء الله الخطة الخمسية الخطة الجديدة إن شاء الله اللي هنبتدي بيها إن شاء الله هيكون في كورسات لتعليم لغات مختلفة تساعد شبابنا، واللي حابب من الكبار يستفاد منها إن شاء الله، لأنها إن شاء الله تكون بيروحوا للمراكز جميلة الخاصة، وأحيانا ما بتكونش كلها على قدر كافي من التعليم. إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله في بروتوكول مع حاجات مع مؤسسات كتيرة إن شاء الله يتفقوا معها مديرة المكتبة أستاذة سوير، فإن شاء الله وأستاذ بشوي نائب المكتبة إن شاء الله هيعملوا بروتوكولات كبيرة مع مؤسسات كتيرة لتعليم شبابنا وأهل أسوان كلهم بإذن الله. كلمة أخيرة حضرتك تحب تقوليها وإحنا بنختم لقائنا معك النهاردة؟ أنا فرحانة جدا بوجود المكتبة في أسوان، لأن أنا أساسا تخصص مكتبات كنت في التربية والتعليم، ففكرة وجود صرح ثقافي بالمنظر ده في أسوان ده يرفع من شأن أولادنا، ونقدر نشارك مع التربية والتعليم في مسابقة المشروع الوطني ومشروع ومسابقة تحدي القراءة، لأن دايما إن شاء الله بيكون دي من المسابقات العظيمة على فكرة اللي بتعملها التربية والتعليم، والسنة دي كان من ضمن أولادنا في أسوان
كان عندنا بنوتة جميلة من في المشروع الوطني، فازت بالمركز الرابع على المرحلة الإعدادية. فنتمنى إن احنا مكتبتنا، مكتبة مصر العامة، تساعد الأولاد، أولاد التربية والتعليم وأولاد الأزهر في اختيار مجموعة كتب جديدة ويكملوا في المسابقات المسابقات العالمية اللي موجودة إن شاء الله. عايزين الولاد يرجعوا يقروا تاني يا أستاذ أمل. احنا كلنا واحنا صغيرين كنا مرتبطين بمكتبة المدرسة جدا جدا، عايزين الولاد يرجعوا يقروا تاني إن شاء الله. إن شاء الله ده هدف مهم جدا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا. بنشكر أستاذ أمل أنور عبد القادر، مدير مكتبة الكبار بمكتبة مصر العامة بأسوان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، بهذا اللقاء بنوصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة. هنقابلكم على خير غدا إن شاء الله، ولقاء جديد وصباح طيبة. نتمنى دائما أن تكون أخبار طيبة. في النهاية بنقول لكم أرق تحيات أسرة البرنامج وتحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.